مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من ضمن اللحظة في الاستماع، وكنتمنوا لكم رمضان كريم، وكنتمنوا الجميع صيام مقبول، وكنتمنوا لكم سلامة الطريق بشوية عليكم الله يخليكم. الإنسان يوصل مع الخير مع أنه ما يوصلش كاع غير دقة دقة، والله يوصل الجميع الخير لدارو، ونتمنوا ربي يكتب علينا جميع مكاتب الخير. حاضر معنا كل يوم خميس بطبيعة حال كوتش يوسف بصير، مدرب في إدارة ورداسي. مرحبا بك كوتش يوسف. مرحبا الأخت سكينة، مرحبا بالسادة المستمعين المتتبعين أكاديمية ميد راديو. نتمنى أننا نكون ضيوف خفاف عليكم في هذا اليوم الحار من أيام رمضان، وهو يوم نصف الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا إن شاء الله تعالى برمضان وبلذة التقرب إلى الله تعالى فيه وبعمل الصالح في هذا الشهر المبارك. مرحبا بإذن الله. كنت يوسف، يعني مي كانت تكلموا على كما قلنا على التوتر، شوية كتزيد الحدة دي التوتر خلال شهر رمضان مع الوليدات، خاصة اللي كانوا صغار ومع العطلة وليداتنا شوية حركيين. نعم. وحنا مبغيناش نفهموا بلي طبيعي أنهم يكونوا. نعم. حركيين، كيكون شوية الخلافات وشوية ديال التقلقة وشوية ديال كتقدر توصل حتى للضرب للأسف، اللي حنا بطبيعة الحال كنأكدوا على أنه راه ماشي سبيل من سبل التربية، راه مسألة. نعم. اللي كتهرس النفسية، وربما كنأذيو ولادنا ماشي كنربيوهم، غير هو الحدة ديال التوتر كترتفع في علاقتنا بوليداتنا كما قلتي إلا كانوا صغار. أما إلا كانوا كبار خلاص، يعني كيولي كل واحد في بيته سد عليه، واحد شاد البيسي لاخر شاد التليفون، ما كيش قاع اللي يدوي معاه، كيتسناو داك الفطور، كيتجمعوا الفطور صافي، كل واحد كيتفرق، اللي مشى عند صاحبو، اللي جلس قبل واحد القناة التلفزة، اللي مشى كيصلي، كل واحد شنو كيدير. ما كتحس بداك التوتر كاين في الوسط الأسري، كيفاش يمكن أن نقدروا نحاربوا هذا التوتر ونخليوا هذا الشهر الكريم يكون شهر الفرح علينا جميع، ماشي شهر اللي نتقلقوا فيه ونتعصبوا فيه من بعضياتنا. أكيد. بسم الله الرحيم. شكرا أخت سكينة على هذه الملاحظات اللي بديتها في بداية هذا اللقاء هذا، وهي ملاحظات تجدها جميع الأسر كلها في بيوتها، أسرة صغيرة أسرة كبيرة، بحال بحال بطاعة حال قدما كي يكونوا أكثر الأفراد كتور داخل الأسرة، إلا وكيتزاد الحدة ديال التوتر ديال الآباء وديال الوسط العائلي مقابل لا في مقابلات تصرفات الأطفال، اللي هما حاجة طبيعية فيهم أنهم يلعبوا، أنهم يتحركوا، أنهم يشاركوك الفطور ديالك، أنهم يعني يحاولوا أنهم يخلقوا واحد الجو ديالهم. لكن هذه الظاهرة اللي كانت هي ظاهرة كنلقاوها دائما، فإن التعامل ديال الوالدين والتعامل ديال الأسرة أو رب الأسرة أو المكلف في الأسرة، قد ما يكونش الأب ولا الأم، ولكن قد يكون واحد آخر اللي هو كيضبط ذاك الضابط ديال الأسرة، تعامل ربما قد يكون تعاملا إيجابيا وقد يكون تعاملا سلبيا. تعامل إيجابي هو أننا نحول هذه النشاط ديال الأولاد، النشاط ديال الأطفال، إلى نتيجة إيجابية لنأخذها ونستفدوا منها. وهذا كنقولها لمن الأسر اللي وعات بهذا الشيء هذا، وكتحاول أنها تجعل من يوم رمضان هو يوم للورشات للمحترفات للأطفال ديالها، يعني كنضمن لهم الأكل ديالهم، ونضمن لهم كذا، لأنهم ما صايمين شيء إذا كانوا قبل من سن ديال الصيام، راهم فاطرين، إذا خصو من ما يفيقوا نفس النموذج أو نفس النمط اللي كنمشوا عليه في خلال الأيام العادية، غادي نمشوا عليه في رمضان مع الوليدات ديالنا، اللي غادي نفطروه، اللي غادي ناكلوه، اللي غادي نأمروه بالصلاة، كل واحد وشنو كنعملوا معاه. لكن بعد ما كتسالي المسائل اللي هي ضرورية في حياة الإنسان كي ياخذها في الصباح، كندخلوا إلى أنشطة اللي هي أنشطة ديال العطلة وأنشطة ديال يوم رمضان. نشاط رمضان هو رمضان هو غيره من الشهور، فميزه الله تعالى بأنه شهر القرآن، فعلاش ما نجعلوش من وليداتنا في هذاك اليوم ديال رمضان وفي صباحية رمضان أنه يكون عندنا واحد الورد، كيف ما كيقولوا سيدنا الصوفية والأستاذ العلماء كيفهموا هذا المصطلح هذا، ورد معناه أنه واحد الشيء اللي هو ضروري كنعملوه، كنستمدوا منه الطاقة النفسية والطاقة الروحانية، اللي هو قراءة دي حزب جد أحزاب، خمسة أحزاب، عشرة أحزاب، كل أطفال ديالنا على حسب مستويات ديالهم. كان أطفال اللي ما كيقراوش شيء، يمكن كنعلمهم أنهم يحفظوا واحد الصورة من صور ديال القرآن الكريم، على الأقل ربطوهم مع الله ومع القرآن الكريم اللي هو المنهج الدستور ديالنا، ربطوهم به معه في رمضان. يعني لخدينا هذه العادة هذه ديال قراءة القرآن
في صباح رمضان أو في يوم رمضان أو تعود على أحزاب نقرأها في يوم الصيام، فهذه العادة غتمشي معنا طوال السنة وغتمشي معنا في عمر ديالنا كله، لأن في الصغر ديالنا فاش كنتعلموا الأشياء اللي تكتسب وكنعيشوا معها وكنديوها معنا إلى 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 الكبار ديالنا. إذا نعملوا واحد ورد ديال القرآن الكريم ثم بعده ندخلوا إلى محترفات، وهنا كنركز على أن وليداتنا راه ما يمكنش أنا نقول لزمهم غير بالقراية 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 بالقراية. هالقراية سالت 9 شهور ديال القراية، سالت سالت سنة دراسية بنتيجة نجاح أو إعادة أو فرصة أخرى في خلال السنة، أنها في خلال العطلة كيف ما كان الحال النتيجة تعطات. أدوات اللي نقول نتقرأ، ما نقولش نتقرأ، لكن غادي نحبب ليه شيء آخر، نوع آخر من القراءة. ممكن أن نشري قصص وأنواع ديال القصص مختلفة ونحطها لوليدي أو لبنتي في البيت، ماشي غير لي بوحدو، ليه القرانو من الأولاد اللي كيجيو عندنا في خلال العطلة أو اللي كيجيو عندنا في خلال الفترة ديال الراحة، من أجل باش يبداو يتمرسوا على المطالعة. حيد المطالعة إلا كان الأولاد ديالنا ما كيبغوش مطالعة. إذا عندنا نديرو محترف ديال الرسم، ما فاتش بس نجيبوا ورقات مرسومين او لا ورقات بويض معهم واحد المجموعه ديال الاقلام ديال الالوان او لا دفاتر او لا حتى الصباغه اللي هي بالماء على حسب المستويات ديال الوليدات ديالنا، على حسب الصغير والكبير والمتوسط، ونخليهم انهم يبتكروا او يخترعوا لنا اشكال او لا رسوم او لا خطوط او لا اي شيء هندسه، اي حاجه خرجوها من يديهم احنا نعطيوها ان فالور، نعطيوها واحد القيمه باش نحبوا لوليداتنا الاختلاء بالنفس والاخراج واحد المجموعه ديال المهارات. لان المقصود من التنميه الذاتيه هو نطوروا المهارات اللي عندنا، عندنا شي اشياء كاين قدرات كاينه، لكن القدرات هذه يمكن نغطيها بالعجز، يمكن نغطيها بقلة المعرفه، يمكن نغطيها بعادات سيئه ورثناها من القديم، لكن الان الاوان باش الوالدين يحاولوا انهم يطلعوا من وليداتهم واحد مجموعة ديال الابتكارات، مجموعة ديال الاختراعات. راه ماشي نخليو العطلة نجعلوها هي فرصة نجلسهم قدام التلفاز، حرام حرام أن نجلسو وليداتنا قدام التلفاز، لأن كنكونو كنضيعو فيهم الطاقة ديالتهم ونضيعو فيهم القوة ديالتهم. أولا كنبغيو نتهناو منهم نعطيلو حليه، إما نشري ليه الأم بي سي يعني الكمبيوتر يبدا يخدم فيه، او لا نعطيه الهاتف ديال المحمول اللي هو كيتسمى الهواتف الذكيه، نعطيه شي هاتف ذكي ونقول له انت بقى تلعب فيه. نعم. هذه كلها اشياء قبيحه ومستقبحه في علوم التربيه، خاصه مع الناشئه. الناشئه خصنا نعلمو منهم يخرجوا منهم اشياء. نشري انسترومون ميوزيكال، علاش ما نشريهاش ليه؟ نشري ولدي اله من الالات اللي للموسيقى، ونخليه انه يكتشف النوطة ويكتشف الأوتار ويكتشف العزف على بعض الأشياء، أو لا ربما آلة من الآلات اللي ماشي وترية ولكن آلة اللي كتدير النفخ أو لا شي حاجة، وتكون هي عليه سبب باش نهيئه لدخول إلى إما دار الشباب اللي كتعلموا فيها الناس موسيقى، أو لا المعهد الثقافي أو لا المعهد الموسيقي. معناه أن فرصة رمضان هي فرصة اكتشاف المهارات. راه بطبيعة الحال إلا خلينا الفراغ للوليدات ما علمناهم شي أشياء، ما حاولناش ننظموا لهم أوقات ديالهم، أوقات ديال البكرة ديالتهم، أوقات ديال الراحة، أوقات ديال اللعب، أوقات ديال النوم، ولما يجي المغرب بطبيعة الحال غنكونوا مجموعين على مائدة الإفطار وغنفطروا مجموعين ونتكلموا شي شوية، ناخذوا القز ديالنا ديال الكلام، ومن بعدها إن شاء الله تعالى غادي نوضوا كل واحد فينا يتمتع بواحد شوية وقت قليل قبل صلاة العشاء، إذا حتى هما عندهم الحرية ديالتهم يديروا يمارسوا أي هوا يبغاو. من بعد العشاء كنصلوا العشاء والتراويح ونجلسوا حاجه عائليه، اما حول كاس ديال الشاي او لا مائده العشاء اللي بالنسبه للناس كيتعشاو، او لا جلسه اللي هي نذكروا فيها. ومن بعد كنعطيو واحد وقت وجيز للراحه للوليدات ديالنا، يمشيو يديروا في اللي بغاو، ومن بعد نخرجوا الى النوم. راه كنركز دائما على النعاس في رمضان، راه شيء مهم، راه ماشي يقولوا دير لي رمضان نحيه، راه حتى الا نعسي وخديت الراحه النفسيه ديالتك وخديتي قسط من الراحه باش تسعد به الى الغد، وتسعد به لقيام شيء من الليل قبل صلاه الفجر او ولا للعمل ديالك الغد، راه هو دخل في اطار العباده. اذا الى درنا هذه المسائل غيكون بعدنا على التوتر اكيد، لكن الا خلينا وليداتنا ما درناش حتى شي برنامج
بطبيعة الحال غادي يبقى يبغي يتفرج وحنا ما غنخليوش يخليه يتفرج. غادي يبغي يلعب حنا ما غنخليوش يلعب. غادي يبغي يجلس معنا في مائدة الإفطار وحنا ما غنخليوش شيء. وغادي يولي توتر وتولي عصبية ويمكن تمتد إلى الضرب وتمتد إلى أن الإبن هذا فعلا فاش يحب هذا الشهر الفضيل أنه غادي يولي كيكرهو لأنه غادي بالنسبة ليه ما بقاش هو واحد الشهر اللي كيلقى فيه واحد الفرحة وإنما كيلقى فيه واحد العنت ومشقة. وأكيد أنه اللقاء مازال استمر معك طبيعة الحال كوت يوسف. غنمشيو لحدا فاصل إعلاني ثم اقتراح غنائي وراجعين نستقبلوا أوفياءنا أنا على 0522 46 72 50 أو 51 أو 52 أيضا عبر الإس إم إس كيسبتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80 ثمن الرسالة السدي للدراما احتساب الرسوم. أيضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو برنامجكم الحل بين يديك. وحكي لنا قصتك. مرحبا واهلا وسهلا بكل اوفياءنا وبكل مستمعينا دائما على 0522 46 72 50 او 51 او 52. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. حنا نرحبوا بالجميع وبكل اوفيائنا وبكل تساؤلاتكم دائما. ومعنا الكوتش يوسف بصير للاجابه على كل اسئلتكم طبيعه الحال. واكيد انه دائما ارقامنا وجميع وسائلنا مفتوحه من اجل التواصل معكم اوفيائنا. عندنا رساله كتقول الله يخليك سكينه بغيت نسول الكوتش انا عندي بنيته عندها عام دابا وحنا شلوح ولكن في طن وحنا ولكن حنايا دابا في طنجه ما عرفتش واش غنهضر معاها بالشلحه ولا بالعربيه. وشكرا بزاف وسمحوا لي. وجميع اللهجات المغربيه الاساسي بالامر واننا جميع مغاربه الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاخت هديل نعم هناك واحد المجموعه ديال الاخوان ديالنا اللي هما كينحدروا من الاقاليم الجنوبيه ولا من الامازيغ ثم كيسكنوا في مناطق ديال الشمال. وهذا اللي كيدل على ان مغربنا مغرب واحد وان فيما كنا رحنا مغاربه. لكن مزيان هذا السؤال هذا اللي سولته السيده لانه كيطرح بعض المرات اشكال. الاشكال كيوقع هو انه لما كتكون الاسره مجتمعه وكيبدا كلشي كيتكلم بديك اللهجه اللي هي محبوبه عندهم يتكلموا بها في الوسط ديالهم كيوليو هذوك الوليدات اللي هما خارجين ما كبروا شيء وسط البلاد او وسط المنطقه اللي اصل ديال هذيك المنبع ديال هذيك اللهجه كيوليو كيلقاو صعوبه في التواصل مع اولاد عمومهم ولاد خوالهم والاقارب ديالهم الى غير ذلك. فالطريقه اللي هي تستعمل هو ان نخليو وليداتنا يتكلموا في الشارع وفي الحي ومع وليدات الحي باللغه ديال اللي هي متعارف عليها لان هذه لغه ديال التعايش واللغه اللي هي اللهجه اللي هي الرسميه ديال البلاد ديالنا اللي هي اللهجه الدارجه المغربيه العربيه. لكن داخل البيت اذا كان الزوج امازيغي والام امازيغيه ما فيها باس انهم يتكلموا مع بعضياتهم باللغه الامازيغيه او باللهجه الامازيغيه باش يعودوا وليداتهم على واحد المجموعه ديال المصطلحات وواحد المجموعه ديال الكلمات وبداو يتكلموا معاهم بها. وكغادي يكون عندنا عن وليداتنا عندهم ازدواجيه في اللغه وهي راه ضروريه لهم من اجل التواصل مع الاخرين. اما في حي طاجين محتاجينش هما الامازيغيه يتكلموا باللغه بالدارجه العربيه. لكن وبديك الرنه وبديك السنفونيه اللي معروفه عند طنجه والعاتق العويول العايل هذا الشيء مسائل. لكن لما يمشيو للبلاد هذا العاتق والعويول ما غاديش تنفع. اذا غادي يتنفع فيها هو ديك اللهجه المحليه اللي كيتكلموا معها مع جدهم وجداهم ومع عمامهم وولاد عمامهم الى الاقارب ديالهم. فلذلك نخليهم في الشارع يتكلموا اللهجه اللي كاينه تماك ولا باس غادي يتعلموها مزيانه. وغادي في داخل البيت نتعودهم على اللهجه اللي هي محليه عندنا اللي هي كترجع بينا الى الاصول ديالنا الاولى اللي هي الامازيغيه ونتكلم معاهم بالامازيغيه. ويكون عندنا وليداتنا عندهم جوج اللغات والوليدات عندنا راه عندهم طاقه انهم يستوعبوا واحد المجموعه ديال اللغات. غير الخايف في التربيه وهنا مزيان هذا السؤال هذا هو اننا لما كنبغيو نتكلموا مع وليداتنا كنبداو نتكلموا معاهم كنعلموهم شي مصطلحات اللي هي لا وجود لها لا في الدارجه ولا في شلحة ولا في تمازيغت ولا في ريفية ولا في شي حاجة. كنبداو نقولوا شي مصطلحات اللي هي مينيني كذا هاد المصطلحات. ومن بعد كيضطر الدري انه يبدلها
في القاموس اللغوي اللي عنده في دماغه. لذلك فأحسن طريقة لتعلم اللهجة أو اللغة هو أن ننطق الأسماء كما هي تنطق، باش لما يكون الأخ ديالها يتخذ مرة واحدة باستيعاب وما نبقاوش نعاودو نصحوها من جديد. نقول البحث كنت كنقول لك منام منام، لما نقولكش منام نقول لك ناكلو. إذا منام منام والماكلة راه حاجة كل حاجة كتعلم. نعم. ولا جو سي با يعني كاين واحد المجموعة ديال الألفاظ اللي كنقولوها من ولادنا وكنلقاو راسنا بعد ما كيولي ولد عنده 3 سنين أو لا عامين ونص كنبغيو تبداو تصحوا ليه المصطلحات هذه، وهذا فيه شوية إتعاب للوليدات ديالنا. وناخذوا معنا مكالمة معنا أم ليلى من تطوان. مرحبا بك لالا. تفضلي لالا. أم ليلى مرحبا. لالا أم ليلى مرحبا. مرحبا بك لالا تفضلي. اهلا اختي سيدتو كاينه اللي خير لاله. الله يطول لي عمرك بارك الله فيك لالا. واش راكم مبروك لك رمضان علينا وعليك باش متمنيتي يا رب. اختي يوسف بارك الله فيك. مرحبا بك لالا. مرحبا الله يبارك فيك لالا. بارك الله فيك. الله يبارك عليكم. عندي واحد المشكله استاذ اسمح لي. مرحبا. ديال واحد البنيته هي دابا 4 سنين وعندي فيها معاها واحد المشكل ما يتصورش ما يتصورش وغير اسمح لي على ارتباك كيفاش غادي نوصل. لا غير بشوي غير بشوي عليك لا ما كاين مشكل. بارك الله بحال اللي كتكلمي مع شي واحد في وليداتك. مرحبا. بارك الله فيك. والله الا راه ما تصوريش على الاجر اللي كتدي من ديك النصائح وديك الشيء راه الله كاين راه الله يتقبل منكم وصافي. بارك الله فيك لالا بفضلكم. الله يطول عمرك. دابا ملي شبرت لي البكالوريا دي 4 سنين واحد الحاله قلبت لينا راس على عقبه. ما طلعتش اول بعدا كيف ما شبرت البكالوريا وقعت مشاكل مشاكل ما بغاتش تسجل في الكليه. بقينا معاها تسجلت في الكليه. ملي تسجلت في الكليه حنا كنعطيوها زعما كتمشي هذاك وهي كتكذب علينا ما كتدخلش نهائيا. نعم. المهم هي هذيك داز عام انا حيت انا كنحس بها ما كتقراش نهائيا. البنت ما عندهاش شي. استاذ اسمح لي انا غنعبر ولكن تقبل مني. ما عندهاش اشنا هي شي حاجه كدور ليها في مخها على القرايه واشنا هو الوقت ما كتعتبرش الوقت نهائيا وما كتعتبرش القرايه شنا هي. عملنا معاها المستحيل كنا عاملين ليها السونتر الفرنسي عاملين ليها السوايع باش برد ديك البكالوريا. المهم ملي دخلت دوزت عام تتمشي قريتي صوري دوك الاساتذه اللي عندها الكتب ديالهم كنسولوها اش الماده قريتي اشنو قريت واش من استاذ معامل اش من استاذ. يوميا هاد الاسئله كطرح عليها من عند الاب ومن عندي حتى داز عام مشيت سولت انا في الكليه قال لي جيب البطاقه سولت قال لي تند ما طلعتها وهي كتكذب لنا طلعت بعدين بقاو لنا وحدين طلعنا هادي العام الثاني هكاك العام الثالث هكاك هاد العام الرابع نفس الشيء وقفات قالت لك دابا هذيك الكليه هي. ودابا ماشي غير المشكل في القرايه حتى المعامله في الدار لا معايا لا مع الاخت لا مع الاب. وراه شي حاجه تكلمت عليها الاخت سكينه قالت لك تيضلوني عشيين حتى العشيه هادو دابا على الاطفال نتوما صغار هذه دابا راه 23 سنه ونعاس بالنهار في هذا رمضان وبلا رمضان خصها تخرج النهار كله ودلاجات معطله عاد نوضوا معها صداع. المهم استاذ لا ام ليلى بارك الله واش هاد البنت هذه لما خذات البكالوريا يعني دخلت الكليه بمحض الاراده ديالتها او لا كان شي حد من العائله او لا الوالدين هما اللي فرضوا عليها انها تمشي شعبه معينه او لا انها تدخل الكليه يعني بالرغم عليها او لا تدخل شعبه بلا ما تكون عندها فيها رغبه. استاذ هذه جوج نقط ما بغاتش الكليه ملي شبرت البكالوريا ما بغاتهاش نهائيا. نعم. صوري جرات على ظهرها وكرشها بهذه الطريقه. انا راه ماشي تطوانيه المهم نقول لكم وغير كما قالوا الخبز كتاب في تطوان. وبالنسبه للشعبه هي ما عندهاش زعما شي داك هو فين تحسرات لان دارت الدروه ما كانش عندها شي حاجه اخرى فهمتي. ما بغاتش هاد الشعبه وما بغاتش الكليه بالضبط وما بغاتش شي حاجه اخرى. واخا نسولك واحد السؤال اخر عافاك واش لما البنت ما بغاتش الكليه اكيد انك عندها تطلع لشيء اخر انها تمشي تعمل مثلا تكوين مهني او لا تعمل شيء مؤسسه اخرى تقرا فيها شيء علم اخر من العلوم ولا احنا طرحنا قلنا لها حتى لما كانش عندك ميول تاد الشيء وما بغيتيش اختاري شي حاجه. هي دابا استاذ عندها رفقه السوء حيرتني لواحد الدرجه استاذ اللي ما تعبت معها لا ما يعبرش
كريهه للسنه. لا واخا هضر في قد السؤال، هذا في قد السؤال كانت عندها قبل البكالوريا او لا حتى دخلت الجامعه؟ من الكاتريه مع استاذ كان عندها رفاق. لا 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 اسمحي لي يا ام ليلى الله يجزيك بخير، اذا القضيه قضيه ماشي قضيه ديال قضيه ديال ان هذه البنيته هذه كانت كتعمل لهم خاطركم باش تاخذ البكالوريا وحداتو، ولكن من بعد ما بقاش عندها غرض بالدراسه نهائيا، بل ربما ما فكرت شيء انها تعمل حتى شي حاجه اخرى يصير صنعه او لا شي حاجه اخرى باش تبقى. انا اسمح لي قاطعتك، اسمح لي انا كنعمل الخياطه وكنعمل الطرز وتنقول لي اي حاجه تقول لك انتم واش عندكم غير القرايه هي اللي عندكم في راسكم. نعم. ملي شفنا الاب زعما وقف على جهده لدرجات وصلنا للمأساه اللي لا يعبرش على الانسان، وقلنا له دابا اختاري شي حاجه اخرى مثلا، دابا يلا كتقول تختاري ولكن ما كتطبقش، تقول لي اه وقيلا غندير التمريض ولا الفندقه. نعم. ولكن ما كتطبقش ولو بغينا نديرو مع هذيك الشيء، وهي غير ما شفتش كيفاش نعبر لك استاذ على عقليه ولا حول ولا قوه الا. والمشكل وهو في الدار، حنا دابا عندي هما جوج، وحده مزيانه الحمد لله متوفقه في الدراسه ديالها الصغيره. نعم. وانا عامله العمل ديال الخياطه والمسائل، الاب خدام ما عندناش شي حاجه تشوف شي جو زعما بنادم جالس ولا في الدار غير نعاس ولا التجمعات، انا ما عنديش كاع مع الفراغ ما عنديش. نعم. بارك الله فيك. فلا نقول لك لا، اول شيء هو ان هذه البنت خاصك تجلس معها الارض، نجلس معها من اجل مناقشه الفكره ديالها، ما نناقشوش باننا غنعرضوها، حنا ما نعرضوهاش، هي اللي بغات ديرو غادي ديرو، لكن حنا غادي نجلسوا معها من اجل باش نعرفوا اشنو كتفكر انها دير في المستقبل. واش هاد المراه هذه اللي هي الان دابا بعد ربع سنين ديال القرايه ضربت يعني كانها يعني كاع القرايه اللي خداتها والحصيله اللي دوزاتها كله مشى لها في الخوا، انها غتبقى غير جالسه، ما يمكنش تبقى جالسه. اشنو من وراء هذا الجلوس هذا؟ واش كاين شي تفكير في شي مستقبل اللي هو باين او لا غير الخروج؟ الخروج راه ماشي حل، الخروج بالعكس هو غادي يقضي على الكرامه ديال الانسان، لان الانسان اللي كيولي كيعرفوه الناس بانه غير هذا الخارج كيدوح كيف ما كنقولوا، فهذا راه كيقل في عيون الناس، معناها حتى باش نهيئوها لواحد المرحله اخرى اللي هي مقبله عليها كل انثى، راه يمكن انه صعاب انها تلقى انسان اللي غادي يقبل على واحد المراه اللي هي تخذت العاده ديال الخروج وديال السهرات وديال اللي مشيو كذا. اذا تخصها بان انثى وبان عندها في مجتمع اللي هو عنده اعراف وعنده واحد التقاليد، فاما انها كتمارس عمل يدوي، عمل فكري، عمل انتاجي داخل البيت ديالها ومرحبا، او انها كتدرس او لا كتكون من اجل باش تعاون راسها اولا وباش تحقق ذاتها اولا، وهذا هو المشروع ان تحقق ذاتها اولا وثم انها تعاون راسها، انها تكون بعيده على انها تطلب من والديها المصاريف ديالها او الاشياء اللي هي كتهمها، اما باش تضيع الوقت ديالها غير في الضياع، هذاك راه كيتسمى ضياع. الشباب غادي يمشي والمهارات غادي تذبل، وديك الورده اللي هي كانت متفتحه البارح اليوم ما غاديش يبقى فيها حتى لون، ما يبقى فيها لا لون لا رائحه. اذا خصها تشوف المستقبل ديالها، تفكر المستقبل ديالها. هذا شويه ديال الطيش ديال الشباب، تحاول انها تبدل هذوك الرفقه اللي هي رفقه ديال السوء وتبدلها برفقه صالحه وتفكر المستقبل ديالها، لان هذا هو الحل. الحل بين يديها هي اللي غادي تقرا الحل، ماشي انت، لانكم انتم اللي عملتوه هيئتوها للجامعه، حاولتوا انكم توفروا لها الجو ديال الجامعه باش تمشي ليه، لكنها ما انضبطاتش معهما، يمكن ما ذاقتش الحلاوه ديال الجامعه وديال ديال الفتره ديال 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 الدراسه في السلك العالي، يمكن ما ذاقتش هذا الاسلوب هذا، فلذلك ما عليها الا ان الا ما عليها الا ان تحل تقلب الحل راسها، وحل كيبدا من عندها هي، تغير ذاك الرفقاء ديالها، تحاول تلقى واحد الرفقاء اللي هما كيعرفوا ما معنى قيمه الوقت وما معنى القيمه ديال الحياه، وتعرف بان ما غاديش تعيش الحياه جوج المرات، غادي تعيش مره واحده. ففي هاد الاطوار ديال الحياه راه عندنا واحد الطور اللي هو خاص للعب، واحد الطور خاص للقراءه، واحد الطور خاص لتهيئ المستقبل، واحد الطور للتهيئي لان تكون اما في المستقبل، وراه الا ما صحاش الحال الان راه ما تصح حتى حاجه في المستقبل ديالها. نعم. وناخذ معنا ام الياس من الدار البيضاء، مرحبا بك لاله. مرحبا ام الياس، تفضلي. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الا كان ممكن ام الياس الله يخليك قربي التليفون باش نسمعوك مزيان لانه صوتك بعيد. دابا كتسمعيني؟ مرحبا تفضلي.
مساك وخلي معنا نهضر شويه خارج على الموضوع. مرحبا تفضلي. لا مساك معنا، بغيت تعطيني واحد رأي كنت واحد الشخص اللي وراجلي مني كنكون مني كنتخاصم معاه كيتخاصم مع ولاده، انا مخاصم معاه حتى ولاده اختي تخاصم معاهم، يعني ما يبقى لي يصرف عليهم لا والو، خاصني حتى نبقى نطلب فيه ونطلبوا على قبل ولاده، يعني اللي شي حاجه شي حد سمعني كنطلبوا على ولادي ولادو ربيب وماشي ولاده، نبقى نطلب فيه ونترجاه باش يجيب شي حاجه للدار ليهم، وما عرفش كيف نتعامل معاه، ما عرفش. لا لا بغيت نصيحه ليا ولي بجوج كيف انا نتعامل معاه، ونصيحه ليه هو كيفاش يبدل السيستم ديالو. لا لا ام الياس، اولا اولا ينبغي تجنب الخصوم مع الزوج والزوجة. حقيقة الحياة بكلها، يعني بالحياة الأسرية والعائلية وحياة الزوجية، هي مليئة ببعض الأشياء اللي ربما كتغير الصفو ديال الناس اللي هما اللي كيعيشوا فيها، لكن باش نعيشوا دائما حياة ديال الخصام، فراه هذه ظاهرة غير صحية، يعني نتفاهموا وتكون بلاتي أحسن، بلا خصومة بلا غوات، يعني بواحد الصوت اللي هو نبقى صافضي فيه على الكرامة ديالتنا وعلى المودة لطرف آخر، لأنه إلا ما عجبناش واحد الخلق راه هناك أخلاق أخرى عجبتنا، وهناك أخرى أشياء مزايا أخرى عجبتنا في الإنسان، فذاك الإنسان على الأقل كيبقى حافظوا في الذاكرة ديالنا ليه بشي أشياء اللي هي جميلة. ثم لما يكون عندنا الوليدات خصنا نحرصوا على أن وليداتنا ما يعرفوا شيء، الأوقات اللي حنا كنكونوا فيها مصالحين مع بعضياتنا، والأوقات اللي كنكون فيها خصمين مع بعضياتنا، يعني يكونوا هما كيشوفونا دائما كأننا دائما سمن على عسل كيف ما كيقولوا، يعني ما يحسوش بأنه الجو قد تكهرب بين الأمي وبين الأب، وهذا امتى غادي يبان؟ غادي يبان لما يكون الراجل كيعرف حقا المسؤولية ديالته في البيت ديالو. هو مسؤول على مراته، مسؤول على وليداته، أول مسؤولية عنده هو مسؤولية ديال النفقة، ينفق عليهم. فممكن أننا نكون على سوء تفاهم، ممكن سوء تفاهم على أشياء كثيرة اللي كتوقع في المجتمع، يمكن على كلمة، على تصرف، على أشياء اللي أسرار ديال العائلة أو أشياء أخرى اللي ممكن تكون سبب لسوء تفاهم، لكن مع مر سوء تفاهم غادي يمشي إلى درجة الإخطار، لأن هذوك الوليدات إلا ما لقاو ما ياكلوا غادي يضطروا لهم يسرقوا، والمرأة كذلك لما قاش ما تاكل يمكن انها غتقترف اشياء اللي هي صعيبه في حياه الزوجيه من اب قابل انها تكون وليداتها. فلذلك الخصام يكون كيف ما كيقولوا عندنا، كيقول لك العداوه ثابته، ولكن الصواب يكون يعني الصواب يبقى دائما مزيان، لانه النفقه راه من الاشياء اللي هي ضروريه وعلى عاتق ديال الزوج لابد انه ينفق على الوليدات ديالته. انت بالنسبه لك انت حاولي انك ما تخليش الجو ديال الأسرة يعيش فترات ديال الخصام بينك وبين الزوج ديالك، يمكن يكون سوء تفاهم على قضية معينة، لكن راجعيه فيها بعد ما تدوز واحد الفترة اللي هي صغيرة من أجل باش الإنسان يتعود من الشيطان الرجيم ويعاود يفكر من جديد، وناقشوا المناقشة تكون بالتي هي أحسن. ونمشيو اللحظة مع فاصل إعلاني ورجعوا معك طبيعة الحال كوتش يوسف بصير. كلمة قصر. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك، وحكي لنا قصتك دائما على 0522 46 52 او 51 او 52. ايضا ممكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتابكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم 5080 ثمن الرساله ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. ايضا ممكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه ديال البرنامج اللي هي الحل بين يديك، وحنا مازال مواصلين معكم هذا اللقاء دائما برفقه الكوتش يوسف بصير. غادي ناخذ معنا ام ايام الحجب، مرحبا بك لالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد. ولكم كذلك لله والله أكرم. مرحبا. ربي يخليك. عفاك أختي، عندي واحد البنية كتقرا هاد العام في العقل الرابع. أنا وباها مفارقين. مفارقين 2010. نعم. كان ما صيبلهاش الوراق وكنجبتها عندي صيبتها الوراق أنايا. كنت تقرا. المهم بقات كتقرا عندي البنت بحال ما بغاتنيش. قالت لي مشي عند بابا، مشي عند بابا، مشي عند بابا، صافي ديتها لعندو. دوزات عندي التحضيري مزيان، دوزات عندهم الثاني مزيان، هاد الثالثة دابا غادي تطلع للرابع جايبة فيه 5. فاش عيطت لهم البارح كنهضر معاهم قال لي ودي بازي راها عاودي غوتي عليها ماشي ما كتخاف منك، عاودي هضري معاها باش متعاودش دير هاد الغلطة اللي دارت.
قلت له واخا المهم مع المغرب انا نعاود نصوني ونهضر معاك. صوني طول المهم هضرت معاه وخطيم باش بقيت كنهضر معاه كنت بحال هربوا البنت فهمت ما بغونيش نهضر معاه ما بغونيش نوصل لها. نعم باش انا كي كنهضر معاه يعني بحال كتخاف مني بحال كي كنهضر معاه كنقول لهم ندي البنت صافي بحال بحال ما عرفتيني فين كنوصل انا ما عرفتش شنو ندير معاهم الحكم وصل مالا الى كلشي وصل مالا ما عرفتش شنو ندير معاه البنت ما لا غير بغيت نعرف منك يا لاله ام ايا اني انتما انتما مطلقين نتاع الحل ياك وا وا قلتي نعم مطلقين نهار اللي طلقتو حنا ماشي مطلقين مخ... نعم حنا ما صايبناهاش كاع بالبعد حنا ما تزوجناش من الديبا اللي كانت علاقه غير وكان الوالد الاب هو اللي بقى حاضن على البنت ديالو يعني داك الشيء درنا حيد وخا ما درناش انا بقى الاب حاضن على البنت ديالو واه ولا انت حضنت عليها لا بقى واحد انا جبتها عندي عليها عام قرات ومن بعد قالت لي مشي واخا دابا في المستوى الرابع بغيتي تقري تقريها عندك ولا بغيتي تخليها عند باباها انا ما هي هي ما حدا متعلقه به يعني ما بغيتش نحرمها منه فهمت ما بغيتش نتعقد على حياتها نعم بغيت نخليها دير داكشي اللي بغات ولكن باش انا توصل حتى للقرايه تتعكل هادشي ما بغيتوش انا كي كنهضر معاها كتخدع بهم إذا خص تمشي انت عندها الا كتعيشوا في مدينه واحده لا ما كنعيش معاها في مدينه واحده ولكن نقدر نمشي عندها ملي كنمشي عندها كيدخلوا الكبار ما كيخليونيش نواجهها بيني وبينها لا ماشي توجهها دابا هي بنيته صغيره عاوتاني خصنا نراعيو نفسي ديال هذه البنيته هذه راه ماشي بنت كبيره قلت عليها راه كنهضر معاها لا ما تغوتيش عليها لا ام ايا حنا دابا هذا هو المشكل راه الا كانت كل مره كل لقاء ديالك معاها غادي يكون هو لقاء ديال الغوات بطبيعه الحال غادي تنفرك هذه حاجه طبيعيه اذا ما غاتمشي تشوفي بنتك ما غاتمشي تشوفيها باش تغوتي عليها هذاك اللي كيقول لك غوتي عليها ما عرفتش اش خصو يدير بالعكس هذاك بحال كنشدوا واحد الحيط كنهدموه بغينا نبنيوه وحنا خدامي كاس كنهدموا فيه ما يمكنش حنا بغينا نبنيو المحبه بين البنت وبين ماماها وبين البنت وبين باباها راه هذاك باباها وانت ماماها يعني راه كلكم عندكم 50% 50% ديال الحقوق عليها ولكن هي راه ماشي اوبجي هي ماشي هي شيء غادي نديرو فيه حنا داك اللي بغينا لا خصنا نراعيو النفسيه ديالتها هي هذيك النفسيه ديالتها هي باش يمكن ليها تعبر بكل حريه على الرغبه ديالتها وعلى انها واش كتبغي تبقى مع ماماها اكثر او مع باباها اكثر هي راه ماشي غادي كاين انفصال ما كاينش انفصال مادام هذيك بنيته كتجمع بيناتكم راه ما كاينش انفصال ربما انفصال في بيت الزوجيه اياه ولكن راه ما كتنفصلوش في التربيه ديال هذيك البنيته فهذيك البنيته او غتمشي عندها وغتفهمي الكبار قول لهم انا راه جيت لبنتي ماشي باش ناخذها ماشي جيت باش نضربها ماشي باش نادبها وانما جيت باش تعرف بانها راه عندها باباها وعندها ماماها عندها باباها كتسالو حق ديال المحبه والموده وكذلك ماماها كتسالها حق ديال الموده والمحبه ولما تجي عندها غتمشي بطبيعه الحال بهديه ديالتك وباشياء ولما تكون جالسه معاها جلسي معاها ماشي على سنها كبيره كتستوعب الكلام كله كتاخذ من الكلام بعض الاشياء اللي هي كتفيد اللي هي بغات اذا بغات تشوف منك المحبه بيني لها المحبه بغات تشوف منك الموده بيني لها الموده بغات تشوف منك العطف عطفي عليها وعاد جي لها بالنصيحه من بعد قول لها راه بغيتك بنتي تقرا مزيان وبغيتك باش تجيبي نتائج مزيانه وبغيت باش نوفر لك واحد الجود ديال الدراسه مزيانه اما حسن جيت تقرا عندي في البيت ديالي وغادي نبقى حاضياك وغادي نربيك وغادي نتعاون انا وياك وغادي نخدم معاك وداكشي نطلعوا المستوى باش يولي عندك مستوى ان شاء الله مزيان وغادي تشدي البكالوريا وتشدي ان شاء الله الدكتوراه ديالك وتولي شي حاجه في المستقبل يعني تعطيها نموذج من داكشي اللي كتبغي الله اعلم شنو هو المهنه اللي كتطلع عليها اللي كتطلع عليها او اللي كتاملها ولا تبقاي مع باباك وبابا كيعمل معاك هاد المسائل هادي ونتبعك انا من جهه يعني لان هاد البنيته هادي ما خصك ماشي نبته غنقلعوها من واحد البلاصه وغنسافروا بها نحطوها نغرسوها راه كاين بعض النبتات الا هزيتيها من بلاصتها ما زيتيها شي بواحد الشكل اللي هو مصون ما واخا تزرعها في مزرعتها ما غاديش تنتج فكذلك الانسان هو اكثر من هادشي فما غاديش نجتتوه من الارض لا غادي نجي ويكون عباره عن واحد تفاهم بينك وبينها وبين يعني الزوج ديالك اللي هو الاب ديالها تحاولوا انكم تلقاو واحد النقطه ديال التفاهم على كيفاش غادي
يكون المسار الدراسي ديال هاد الميتة ديالك خلال السنة الجاية، واش غتاخد هاد القيدة عندك في المدرسة اللي قريبة ليك وتبقاي انت كتصرفي عليها، وباباها مرة يجي يزورها ومرة مرة يجي يجيب لها المودة ديالتو، اما حويجات اما هادي اما هادي، او لا تبقى عند ماما عند باباها وانت غتعملي هاد الدور هذا، مرة مرة تجي تزوريها ومرة مرة تجي تشوفيها وتاخديها في واحد الفسحة ديال النهار او لا ديال النهار او لا دي معاك فوق العطلة، باش تعيش وسطكم هاد البنيتة هادي. يمكن راه قضات الظروف انكم ما تكونوا شي مجموعين، ولكن ان هاد البنيتة هادي انها خاصها تبقى مجموعة معكم. اذا ماشي الهم هو الدراسة، بل الهم هو النفسية ديال هاد البنيتة هادي، نحافظوا عليها اننا ما نهرسوهاش في هاد فهاد 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 السن هذا، والا راه غادي يكونوا كنجنيو على هاد البنيتة هادي، وهي لا يعني لا ذنب لها الا انها وجدت نفسها بين ابين وامين ما استطاعوا شيء انهم يكملوا المسار مع بعضياتهم. كنت يوسف مشكور جزيل الشكر، اكيد انه لقاء مفيد معك بطبيعة الحال، ونتلاقوا ان شاء الله باذن الله الاسبوع المقبل. شكرا لك. شكرا لله ولجميع المستمعين ان شاء الله. الحمد كنشكركم مستمعينا الكرام، وحنا مازال مواصلين مع بعضياتنا ومازال مستمرين، كنرحبوا بالجميع وكل اوفيائنا، واللحظه غادي نخليكم مع الاقتراح الغنائي في انتظار انني نودعكم يوسف وسقبل جميع الاستاذ سعيد النووي لإجابة على كل اسئلتكم. واليوم غنتكلموا على السرقه وانواعها وكيفاش كيعاقب عليها القانون، خاصه وانها كتكثر خلال هذا الشهر الفضيل، تكون فرصه باش ننبهوا الناس بطبيعه الحال وشو يمكن يديروا، شنو هي المصلحه اللي يمكن يديروها. اذا بقاو معنا ما تمشيو فين، لحظات وراجعين لكم.